شريف، يمكن انا بعد الحادثه الكبيره دي حصل لك حادثه ثاني سنه 82، كان حسام البدري دخل فيك كوره جامده قوي وحرمك من الامم الافريقيه 78 78 78 خدني واحده في ركبتي، قلت لك انا كنت بتمرن معاه في النادي واخد فيتك الفيتنس بتاعي عليه وهو كان قوي جدا، فكنا المنتخب كان اعتزال كابتن زيزو، كابتن عبد الشافي مظبوط، وكنت انا بلعب في المنتخب ضد النادي الاهلي، و خدت حسام بدري مشوار ناحيه الشمال كده وما سابكش ما سابكش بقى، قال لك ما انا سالته عليه دلوقتي قلت له هو انت يعني كنت يعني ايه يعني بتاخدني بوش رجلك في ركبتي عمل لك كدمه جامده قوي، عمل لي كدمه في ركبتي ورمت انا كملت الماتش مع المنتخب، ف نزل لي كابتن عبد المنعم الحاج يطمن عليا يقول لي في ايه، قلت له ما اعرفش حاسس كده ان انا خدت كدمه قويه في الركبه، كنا مسافرين بعدها ب 48 ساعه على ما اعتقد يعني، فحصل لي جزع في الرباط الخارجي وما كنتش هلحق تسافر معانا اللي زعل قوي مختار كان حبيبني في الفتره دي، كنت فايق جدا وفي قال لي كنت هتفرق معانا كتير قوي هناك